نتابع مع اخبارنا للسنه ال 15 على التوالي. بيرجع معرض زهور ومهرجان ربيع الى ميدان سبق الخيل ببيروت ليستقبل اكثر من 20,000 زائر واكثر من 200 عارض بيقدموا كل مستلزمات الحدائق والشتول والازهار، بالاضافه الى موسيقى حيه مع دي جيز وفرق موسيقيه، ورش عمل، مساحات للاطفال. الموعد من 30 ايار لغايه 2 حزيران بميدان سبق الخيل. في خبر أخير، بتدعي الجامعة الأنطونية إلى احتفالية